أرسل رسالة تحتوي على سي دي يليها رقم النجم المفضل لديك من لبنان على 1005 ومن باقي دول العالم على الأرقام التالية. بفقرة كابلز لليوم موضوع أوقات بحيرنا وهو طريقة الغزل بالآخر أو كيف الرجال بيتغزلوا فينا، منقبل ولا ما منقبل. جان كيروز عنده بعض الأجوبة اليوم. صباح الخير جان. صباح نور. حضرتك خبير بالسلوكيات الإنسانية. صحيح. ومنقدر من خلال البادي لانجوج نفهم. نعم. شوي شو بده الآخر منا اليوم. رح نحكي تحديدا عن النساء. صحيح. شو رح فليرتينج اللي بيصير بين النساء والرجال. وبيسكلي ايمتى الساينز هن ساينز انه الشاب لازم يقرب على البنت، وايمتى الساينز هن انه الشاب لازم ما يجرب يقرب. يعني هالاشارات يلي رح بتعطيهم اليوم صبيه. نعم. اذا عم بتكون قابله او عم بتكون بدها هال يعني هالغزل هيدا او ما بدها اياه، اكيد طبعا. الشاب بيكون هو عم يعمل اللي عليه. ولنشوف شو بيكون عم يعمل يا جون. اول شيء بنعرف انه دائما بالمبدا البنت او الصبيه هي بتبلش. أوكي. هي بتاخذ المبادره. Always. مش مزبوط دائما شيز ان كنترول. لا. هاو دو يو سي نو؟ مش مزبوط الحديث. Very simple example. طب في شي مره ما طلعت بالشاب وهو اجى قرب عليك ما بيعرفك ما بيحكيك ما ولا شيء؟ نو. That's what you thought. The reality is هو بيكون فكر بس انت برمتي وطلعتي فيه for a second، كون انت عم تطلعي حوالي اللوكيشن انه انت طلعتي directly عنده. Usually in 99% of the cases بتكون الشاب او فكر انه البنت عطته المجال او عملت فليرت معه قبل ما هو يجرب يقرب، لانه عاده الشباب بخافوا internally especially إذا صبية حلوة for example أو إذا مبين عليها أورا أنه هي شخصية قوية أو إذا كتير popular و public place، لأنه إذا وصل عنده كتير في عالم حواليها وقالت له no حلوة بتطلع أي حلوة هي بتنبسط. So we have many different types of experiences. أي ما هذه هي. So basically رح نحكي شوي عن two different scenarios لأنه ما فينا نغطي كل شيء بالفقرة. أول سيناريو هو أنه إذا نحن in a public place برا عم نتمشى كذا whatever it is workspace أو مطرح يعني مطرح شغل أو كنا ماشيين على الطريق عم نعمل شيء together as an activity على الرصيف بس مش together as a couple بس بلكي نكون أكثر من شخص group معين. So نحن عم نتمشى for example رح قوم وقرب شوي لعنديك عم نتمشى possibly إيه ما قلت طلقتي for example جزدانك. أوكي. So at this stage yes great fantastic. So at this stage هون مبين كذا شغلة. So إذا عم نحكي مع بعض ولقيت إنه دائما responses تبعك قصيرة. Okay. So بقول أنا شيء for example okay تعطيني response قصير. Then I have to look at your body language. Exactly. مش ضروري هالقد يعني بس إنه إذا جزدان لورا technically you have an open space وكل فترة عم تبرمي مش هالقد. Okay. Your middle body صوبة. Okay. Then it's okay. بس إذا قرب الجزدان وصار قدام أوكي وتكنيكلي مغمرتي فور إكزامبل ودائما عم تعطيني الكتف إن ذيس كيس يعني في بوتنشلي بلوك. هيك بكون ممكن هيك بكون ما بدي أبدا بدي أطلع أنا على الجروب أوف ثينكس يعني إذا الفويس والتوناليتي والطريقة اللي عم تحكي معي عم تشيلي إياه هون ما عم تكفي مع الحديث شو ما بحكي ما بتتحكي عليه مش مثل هلا أوكي ذن أوبسلي عم تعطيني بلوك هيدا تنقول إن بابليك سيتينغ بس بلكي تنقول نحن قاعدين بريستورانت اوكي شاب شاف بنت مهضومه عجبته كيف بده يعرف اذا هي شيز انترستد او شيز نوت انترستد تيبيكلي الصبيه اول شيء بتعمله هي بتبلش تتطلع بالشاب عن بعيد سو بتعطيه نحن بنسميها جلانسز او فليرتس يعني بتطلع من بعيد كذا مره انه طلع علي عم بتطلع عليك فهم بقى علي هون ان ذيس كيس دائما في almost 60% اغلاط او 60% اغلاط من الشباب لانه اذا طلعت بنت مره اذا هو كثير رح يحسسها انه هو يبقى جقل وقصه كلها then ultimately he might potentially يفهم انه عم تعطيه an open invitation. عاده نحن بننصح انه الشاب يجي يطلع بالصبيه ينطر تا يلقطوا عينيهم مع بعض و at this case either هي بتضحك او هو بيضحك له وهي بترجع بتضحك له then it's okay. Then technically هيدا نوعا ما يعني invitation عم بتقول له انه تفضل عندي It's okay تجي تحكي معي، اوكي؟ بس إذا طلعت فيه طلع فيها ورجعت طلعت فيه بس أعطيته اللوك اللي هو الأساسي ستير يعني لأنه إنه ما عملت ولا no expression تعبير أو طلعت فيه وبرمت وجهها ورجعت حكيت مع أصحابها يعني إنه حل عني بيسكلي من هال اتجاه لازم نعرف دغري إنه stay away لأنه chances are very low. So بس فيها تكون هون شوي خدعة
جون، فيها يعني فيها تبرم وجهها، بس ما بعرف اوقات في شيء بالعيون ببين، بيكون عيونها عم تضحك. صح أوكي. صح، ما نحن عم نقول اذا فلات ستير، بس اذا عم تطلع فيه بسألي عيونها زغروا فور اكزامبل، في نص ضحكه ورجت برمت وجهها، هون عم تتساءل عليه هذا صار شيء ثاني. هون الشاب عرف انه عنده فايت على ماتش قوي، سو بيعرف حاله انه كيف يكون قد هذا الماتش. From this perspective، إذا شاب قرب على صبية أو قرب على جروب أو بيعرفهم أو ما بيعرفهم وبلش يتحدث مع البنت، it really is important، يعني كثير مهم وكيف بيقعد وين البوزيشنينج تبعه. So إذا اعتبرنا إنه سوري هرجع لازم نوقف؟ لا خليكي أنت معك، أنا أقرب كرسي لعندك. نحن قاعدين مع بعض in a public setting تنقول هيدا الدرينك تبعك هيدا الدرينك تبعي، عم نحكي مع بعض، اوكي؟ In this case ونحن جروب وما في شيء ابدا مبين بيناتنا. فينا نكون جروب، اذا نحن جروب وهي صوفيات فور اكزامبل ونحن in a public space وفي كثير عالم قاعدين على السوفا، مجبورون البودي لانجوج او البيرسونال سبيس تبعنا يصير ضيق. يعني ممكن نكون ملزقين. اتس بوسيبلي انهم ملزقين نوعا ما ببعض، اوكي؟ بهالحاله مش يعني انت معجوبه فيه لانه ما عندك حل انه وين بدك تقعدي. صح. سو هون بدي انتبه على البادي لانجوج تبعك وكيف عم نتفاعل مع بعض. اذا نحن ملازقين ببعض وانت برمتي وقربتي اجريكي تو ذا اذر سايد، سو فور اكزامبل هكذا، نعم عم بحكي وبرمتي هكذا، صرت تحكي مع الشخص الثاني وترجع انجا ترد علي احكي كلمه هاي نشتي تقولي لك تشيرز فور اكزامبل، بس انجا نحكي مع بعض ذن بوتنشلي يعني ما في انترست وبرجع ببرم. مزبوط، ذن عم تطلعي لانه مجبوره يور بولايت. او اوقات انه الصبيه بتكون كثير نامي او ما لها عين تقول للشاب انه ما كثير عجبني، سو بتاخذ وبتعطي معه بالحديث بتكون a flat response. This kind of response يعني basically عم تقول البنت انه اوكي عم بتسمع لك لانه مجبوره احتراما لإلك ولإلي، بس مش هممني الموضوع. Whereas اذا عم نحكي مع بعض ونحن هالقد قراب فور اكزامبل والحديث خليني احذر من بروم، نعم سو عم بحكيكي قلت لك فور اكزامبل اه الطقس حلو اليوم روعه بقول لك مش معقول. There you go. Then technically شو اذا ضحكتي على تقريبا كل شيء انا بقوله ولقيتيني كثير اوفر مهضوم مش معود انا اخذ هالريسبونس، يعني obviously انا شخص بس حدا عن جد مهضوم بضحك then it's a plus. بس اذا هو دائما بضحك والصبيه عم تضحك لانه هو النكته وهو محضرهم دائما ودائما بيلعب هذا الرول وما حدا عم بيضحك خيرا بده ينتبه exactly بده ينتبه على باقي البودي لانجوج. فور اكزامبل اذا برمت الجسم اتجاهي، اذا نحن عم نحكي يو مايت دو بنسميهم نحن سوفت تاتشز. سو فور اكزامبل اعتبري انت رجال وانا صبيه، ان ذيس كيس اوبسلي نوت ما عندي شعر، بس انا وصلت عم بحكي معك اوكي وانا دقيتك هيك هول التاتشز بتكون هون ايه او فوق او تحت او على الايد، يعني انه او ستيل ددق، او اذا سميتيني اسم فور اكزامبل نيك نيم، يعني انجا بتعرفيني قلتي لي انه شو بك يا جوني يا جنجوني يا وات ايفر ات از، ان ذيس كيس عم تعطي المجال انه الشخص يتقرب للثاني. بس اذا فور اكزامبل قلتي لي ميرسي جون اوكي انه تشيرز، حتى تشيرز عندها معنى، يعني فور اكزامبل ما بدنا نزيدها كثير، بس انه اوبسلي اذا الكيس الطريقه عم نتعاطى مع بعض او اذا قلنا تشيرز لبعض كان ناشف اوكي ذن اوبسلي ذيرز ا بروبلم، بس اذا اخذنا وقت وعملنا تشيرز طلعنا بعيون بعض ذن اوبسلي عم تعطي انذر ابروتش. اوكي يعني هون لعبه نظره اكثر شيء عم نحس جون، نظره وبعدين البودي لانجوج بيرجع مزبوط. والبودي لانجوج ما بكفي بس بسوشيال سيتنج، بكفي كمان على التليفون فور اكزامبل. سو في كثير اوقات الصبيه بس قبل ما ننتقل للتليفون جون قلت لي انه كمان في طريقه لضرب الكيس مزبوط يلي ممكن تكون هيك من فوق. شو اوقات الصبيه اذا بتسيب الابر اريا، هلا ديبيندز اون ذا سيتنج، اذا هي كثير فور اكزامبل مرتاحه مع وضعها مش منتبهه صار شيء، مش ضروري نقرا بكل شيء، يعني ما بدنا نصير اوفر معقدين انه يي اذا الكيس صابتها 3 سم تحتها ايه ات كان هابن. الفكره منه في انه بننتبه على الانتاير باكج، يعني اليوم اذا البنت هي ضحكت لي وبلشت احكي معها وصارت عم تضحك لي وجهها وجسمها وكل شيء مبروم اتجاهي، اجريها مبرومين اتجاهي اذا نحن واقفين، او اذا هي قاعده بيرمي هير ميدل بودي نص الجسم النصاني صوبه فور اكزامبل، عم تحكي تاخذ وتعطي معي بكل شيء انا عم اقوله، قربت لقدام انا عم بحكي، يعني عم بتفوت بالحديث معي، عم تتسمع بكل جسمها وفكرها واحساسها، وعلى ذات الوقت عم تضحك على كل شيء انا عم بقوله، عم تلاقيه مهضوم، then in this case obviously البنت عم تعطيني المجال او البنت المجال. وقصه التليفون شو هي؟ قصه التليفون sometimes نحن بنضيع بالفليرتيشن، يعني بركي الصبيه فور اكزامبل كانت شوي انتوكسيكيتد، شربانه شوي زياده عزوم، او بالجو نحن اوقات اذا فور اكزامبل مش ضروري نشرب، في افكت بنسميه الهيلو افكت، يعني اليوم اذا انا
واصحابي كثير مبسوطين وعم نضحك نسكر على الضحك على الباسط بيكون كثير مبسوطين بنكون منفتحين اكثر للعالم او على الميوزك او على الرقص اي وات ايفر ات سو انا فايت بهالجو اوكي تنقول تصبيه اعطيت مجال اكثر للشاب من ما عاده بعطي مجال وثاني يوم بنتبه شوي ثاني نهار رجعت على طبيعتي ست كثير ناشفه معه بيكون اخذ رقم التليفون ايه بيكون اخذ رقم التليفون بضيع انه واتس هابينينج سو فمن هالحاله لازم ينتبه الشاب انه اوبسلي كانت هي بكمفورت زون معين رجعت على كمفورت زون هلا السيفتي تبع تليفونها ومن هون رح ترجع تشوف انه لا بدي اقطعك بالتستس اللي هن لازم انت تقطع فيهم تا انت تفوت على حياتي بهالتشاتنج او فليرتنج ننتبه على طريقه الريسبونس يعني زي يوم اذا قلت لها انا جود مورنينج كشاب ثاني نهار هي ردت علي وقالت لي فور اكزامبل جود مورنينج بس خلص الحديث probably خلص الحديث لازم اخذ ديستنس وبعد شوي بركي برجع اجرب بعد يومين ثلاثه whereas بعثت لي جود مورنينج مع سمايلي فيس او مالتيبل سمايلي فيسز او ايموتيكونز او كيفك انت إيه؟ او فتحت الحديث او سمايلي 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 او اكسترا بعرف انه عم تعطيني مجال اذا بعثت لها مسج او بعثت لي جوك بنص النهار او عملت لي انفايت على شي جيم على الاب عم تفرجيني وين الجيم او شو طلع السكور تبعها مع انه probably مش حكيم بالموضوع obviously عم تتحركش سو من هالحاله this is a positive approach او invite تا انا كفي الابروتش او الحديث معك رح ناخذ وقفه سريعه جان ومن بعدها بنكون مع النيجاتيف ابروتش رح ناخذ وقفه وبنرجع الجمود يطبق على الملف الرئاسي في حين تتجه الانظار نحو جولتي الحوار الوطني وحوار المستقبل حزب الله الاتصالات مستمرة لتفعيل عمل الحكومة والرئيس تمام سلام سيدعو اليوم إلى جلسة الخميس المقبل بجدول أعمال خال من بنود خلافية إرجاء توقيع عقود ترحيل النفايات مع الشركتين المتعاقدتين اليوم وشيب يتوقع بدء عملية الترحيل نهاية الشهر الحالي تركيا تستدعي السفير الإيراني وتطالب بوقف النشرات الإعلامية التي تربط إعدامات السعودية بالرئيس إردوغان مقتل 4 فلسطينيين بعدما حاولوا طعن جنود إسرائيليين في حادثين منفصلين في الضفة الغربية هذه العناوين وسواها نفصلها في نشرة بيروت اليوم كونوا معنا نرجع بحديثنا بكوبلز مع جان كيروز خبير بالسلوكيات الإنسانية جان عم نحكي اليوم عن طريقة الغزل بالآخر شفنا لما الصبية بتكون بوزيتيف بتكون بطريقتها إيجابية ومنفتحة على الآخر صحيح. وهلأ رح نشوف سريعا كيف ممكن تكون ما بدها أبدا وبدها تفهمه بطريقة مهذبة أنه ما بدها لأن أوقات بصراحة يعني مش كتير بيفهم مش ضروري هالقد تكوني سنسيتيف على الموضوع او بولايت على الموضوع، يس في اوقات الشباب ما بيفهموا ابدا، اوكي؟ بيكون هو بعده مقتنع بحاله انه اذا جرب مالتيبل تايمز او شد زياده عن زوم رح ياخذ ريسبونس. يس اوقات عم ياخذ ريسبونس من الصبي لانه الصبي بيكون مستحيه ما إلها عين بس فور اكزامبل بغير بلاد بتعطيه رقم وهو رقم فيك بس يدق عليه بيطلع له ريسبونس انه انت يو've been dissed او ما بيعني لي الموضوع او بليز ما بدق لهيدا الرقم. هون بلبنان ما عندنا هالقصه، سو ات ديبيندز، في عندنا تو تشويسز. هلا عندك تو ابروتشز لهيدا الموضوع، اذا اليوم الشاب شاف البنت عم تطلع عليه من بعيد، بركي تكون هي عم تطلع ان هيز دايركشن او طلعت فيه لانه شافت فيه شيء غريب يعني بركي شكله مش على ذوقها او اون ذا الترنت بس منا حابه يقرب، ميبي شيز ان ريليشن شيب. بس عجبها من بعيد بس ما بدها اكثر من هيك. This is why بننتبه تنشوف اذا بنت تضحك او لا، اذا فاتت لنا open invitation، اذا برمت جسمها او لا. اذا برمت كل جسمها عطتنا كتفها، اذا قربنا عليها والابروتش تبعها او حديثها كان ناشف عم يقطش، اوكي؟ اذا هي واقفه معنا فور اكزامبل كتفت ايديها واجريها فور اكزامبل بالوقفه سو رح اوقف هلا، اوقف حديك سو فور اكزامبل كتفت اجريها بهالطريقه او ايديها انه خلصني يعني اتس دان او برمت جسمها يعني عم تحكي معك ترجع تبرم فور اكزامبل عم تعطي دائما الشولدر يعني عم تعطي بلوك. اوسو بننتبه على شغله هي البيوبلز يعني بقلب العين البب والعين بيصغر وبيكبر حسب الانسان اذا هو مبسوط مع الشخص الثاني. سو اذا نحن بقلب حاله معينه وعم نحكي مع الصبيه فتحوا كثير بب وعيونها بذات الادويه يعني. بذات الدواء بذات السيتنج يعني منفتحه للافكار، اذا صغروا يعني مش منفتحه للافكار. اوسو الموفمنتس تبع الهاندز سو اكثر شيء هو بيأشر هي الايدين والاجرين، سو معقول تضب ايديها او تحطهم مع بعض اوكي تلقطهم بهالطريقه او تضبهم على جسمها
يوجلي اكيد دائما بتسكر اجايا، واهم شيء البلي باتن او منطقه المعده تبرم away منه. يعني بيكون السنتر تبعها بعيد عنه. اوكي فروم ذس برسبكتيف بيعرف الشاب انه شيز نوت انترستد. اوكي واذا كيف ايدين لازم يكونوا اذا هي مهتمه؟ هلا اذا مهتمه بتعمل حركه اكثر، بتعمل حركه بتاشر اكثر، بيكون في اكسبانشن تكبر بحديثها وبطريقه التفاعل تبعها، او بتصير تلعب بايديها، يعني بتعمل فيجيتنج، يعني بتلقط شيء بتلعب بالسيلولار او ملبكه او بتلقط شيء او بتفتح شعراتها، او فور اكزامبل بتصير تعد شفافها او تلف راسها تيبين شعراتها تيطلع الفيرمونز من رقبتها للشخص. ثانك يو لك جون كيروز. المره الجايه بدنا نحكي عن رجال بليز لو سمحت. رح ناخذ وقفه سريعه، من بعدها بنكون مع جات فيت. بدكن تنقصوا من